السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله دائما في زمن الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم بسكوي ديال النخالة اللي أكثر من رائع. النخالة والكوك كيجي لذيذ بزاف، إلا أنه تشربوا بها كقهوة وأتاي كيجي لذيذ بزاف، وبالخصوص أنه يديهم وليداتكم هكا المدرسة كيكونوا صحيين ولذاذين، إن شاء الله غادي يعجبوهم بالنكهة ديال الكراميل، كيجيو أكثر من رائعين. والأهم فهادشي كامل أنه صحيين بدون دقيق ابيض. فكنتمنى صديقتي ان الفكره ديال اليوم ان شاء الله تعجبكم وتلقى الاستحسان ديالكم، وتكملوا معي الفيديو حتى الاخر. فإلا عجبكم الفيديو فما تنسونيش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه، ومن البارتاج. واذا كنتم جدد فمرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. غادي نبداو على بركه الله تحضير البسكوي ديالنا ديال اليوم. فهنا خديت تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال النخاله. غادي نديرهم هكا يتحمروا، اما تحمروهم هكا في مقله ثقيله او تحمروهم هكا في طنجره الضغط او الكوكوت. كنفضل انكم تحمروهم هكا في طنجره الضغط، كيجيو كيسهل انكم تحمروه بسهوله احسن هكا من المقله. فغادي تبقاو تحركوا هكا احسن بالطراب اليدوي. فانا هنا بديت بالمعلقه الخشبيه، من بعد غادي نحولها للطراب هكا كما كتلاحظوا، كيسهل اننا يتحمر لينا كامل وكيجي رائع بزاف. فهاد الطريقه ديال التحمر كتعطي للنخاله ديالنا واحد المذاق اللي جد رائع. فكما كنعرفوا النخاله جد صحيه، وخصوصا الا استعملناها في بسكوي الاطفال ديالنا فغادي يستافدوا بزاف بزاف من هذا البسكوي. خصوصا انني في هذا البسكوي ما استعملتش نهائيا الدقيق الابيض، فاستعملت غير هكا النخاله والكوك، وكما غادي تلاحظوا معايا حتى الدقيق الكامل اي الدقيق ديال الزرع. فدائما البيض يكون بالحراره ديال المطبخ. خديت هنا 3 ديال البيضات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير، وغادي نضيف عليهم كاس ديال الكوك. كيف يمكن لكم تضيفوا حتى الكاس ونص ديال الكوك، النوعيه يكون النوعيه الممتازه باش كيعطينا واحد المذاق رائع. درت واحد القبيصه ديال الملح، غادي ندير الفاني جوج ديال الساشيات، وغادي نخلط الكل جيدا. ففي هذه المرحله يمكن لكم تضيفوا الفلون نتاع الكراميل. انا الصراحه راه فاش جيت ندير المونتاج لقيت انه ما تصور لياش، فما ضفتوش في المرحله، ضفتو لانني نسيتو ضفتو فاش كنت نضيف النخاله. فضروري نضيفوا ديك الفلون تاع الكراميل كيعطي البسكوي ديالنا واحد المذاق اكثر من رائع. خديت هنا كاس ديال الزيت كما كتلاحظوا معايا، وغادي نبقاو نضيفو هكا وكنخلط مزيان. في الاول خلطت مزيان داك السكر سنيده، ضروري نمزجوه مزيان مع البيض باش كيتحل لينا. وغادي تضيفوا هكا واحد 4 كاس ديال الزبده مذوبه، كيجي بسكوي لذيذ بزاف. خديت هنا واحد الياغورت، ومن الافضل ايضا انكم ديروا الياغورت ديال الكراميل، فانا ما كانش متوفر عندي، فكان عندي هذا استعنت بهذا. فكما كما سبق لي ذكرت لكم انكم غديروا الفلون ديال الكراميل، فمن الافضل ديروا حتى الياغورت يكون ديال الكراميل باش كتجي النكهه ديال الكراميل معززه في هذا البسكوي، وكتجي متواتيه النكهه ديال الكراميل بواحد المذاق جد جد رائع مع النخاله. هنا من بعد ما درت داك الياغورت فعمرتو بكاس ديال الماء وزدتو على الخليط، داك الحك ديال الياغورت عمرتو بكاس ديال بقياس ديال الماء ديال داك الحك. وغادي نضيف داك النخاله ديالي، ديك 3 ديال الكيسان ديال العنبه اللي محمرين، فبالنسبه للسكر بغيت نذكر معكم ان الحلاوه انا جاتني ناقصه شويه، فمن الافضل ديروا كاس ونص ديال السكر. كاس ونص ديال السكر غادي يجي المذاق معتدل، فبالنسبه ليا جا شويه ناقص الحلاوه، فبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه غادي يجيهم معتدل الكاس. ومن الافضل ديروا ما بين كاس ونص حتى الكاس وربع ديال السكر. من بعد ما مزجت كنزيد هنا كاس ديال الكوك. فاسمحوا لي في الاول راه كنت ضفت كاس ديال السكر وذكرت على انني ضفت كاس ديال الكوك، انا اللي عاد ضفت كاس ديال الكوك. وهنا غادي نضيف الدقيق الكامل ديال الزرع،
كما ذكرت معكم في الاول ما استعملتش نهائيا الدقيق الابيض الفرص، فخليته صحي وخليته بسكوي اللي هو ما فيهش نهائيا الدقيق الابيض. فغادي نبقى دابا نجمع هذا العجين ديالي بهذا الدقيق ديال الزرع او الدقيق الكامل. غادي نضيف الكاس الثاني، انا غادي نستعن باليد ديالي باش غادي نجمع العجين. فالعجين ديالنا ما غاديش نقصحوه اكثر من اللازم، كما كنعرفوا الكوك كيشرب والنخاله كتشرب، وايضا ضفنا الدقيق الكامل. فغادي نبقاو نضيفوه بالتدريج حتى تيتجمع لينا واحد الخليط واحد شويه يكون كيسقاد اننا نسرحوه بالدلاك ونشكلوه به اشكال. غادي نتوقفوا على اضافه الدقيق، فهنا مازال غادي نضيف واحد شويه. فهنا غادي نضيف الكاس الثالث ديال الدقيق. فحتى بالنسبه لهذا الدقيق على حسب النوعيه ديال هذا الدقيق ديالكم والحجم ديال البيض، تيتحكم في عدد ديال الكؤوس اللي غادي تضيفوا ديال الدقيق، فما غاديش تبقاو هكا ملتزمين بهاد الكميه اللي ضفت انا. فمازال غادي نضيف، هنا راه كملت الكاس الثالث ومازال غادي نضيف واحد شويه لان العجين مازال خاصو واحد شويه. فمره مره كنسيه هكا بيدي كنشوف واش العجين ديالي متماسك لاق انني نجمعو. فدخلت فيه ثلاثه د الكؤوس ونصف بالنسبه لهاد العجين ديالي. فهنا راه كنت نسيت ما ضفتش الخماره، غادي نضيفها. فسمح لي بزاف ديال الاشياء اللي نسيتها في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تتبعوا معي وان شاء الله غادي نحاول انني نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. فهنا غادي نضيف خماره واحده من فئه 7 غرام، فخليتها حتى لهاد المرحله كان عليا نضيفها من الاول فاش ضفت النخاله، فالصراحه نسيتها وماشي مشكل، حتى الا ضفنا في هذه المرحله ماشي مشكل، نفس النتيجه غادي نحصلوا عليها. فانا غادي نزيد نضيف واحد شويه ديال الدقيق، فكما قلت لكم ضفت ثلاثه ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق حتى تنحصل على واحد العجين اللي كيكون متماسك على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل هذا. غادي نشكلوا الكويرات، وكل كويره غادي نسرحها ما بين جوج ديال البلاستيكات، وغادي نحاول انني نرققه بالشكل ديال البسكوي كما كنعرفوا البسكوي كيكون الحجم ديالو. فالعجين ديالنا كيكون لين ما كيكونش قاصح، حتى في التسرح ديالو كيكون ساهل اننا كنبسطوه كيتسلق لينا بكل سهوله. بعد ما سرحتو على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، كناخذ قطعه او انا كما غتلاحظوا معايا استعنت غير بواحد الكاس هكا اللي كيكون شويه صغير ما يكونش كبير بزاف، صغير على كاس العنبه في الدوره ديالو، وكنقطعو على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. كنحطو في وسط في هذا الفرن، اما نفرش فيها الورق ديال الطهي او ما نفرش، فما يحتاج نهائيا حتى الورق ديال الطهي، واخا تحطوه مباشره فوق الصينيه ما مدهوناش فراه ما كيلتصق ما والو. غادي نستمر هكا صديقتي كنقطع بهذا القياس هذا كما كتلاحظوا معايا، فراه كيجي بنين بزاف وصحي وان شاء الله غادي يعجب وليداتكم وغادي يعجبكم حتى نتوما. ففيت لي حضرت لكم هكا بالنخاله واحد بحال شكل غريبه او حليوه هكا بالنخاله حتى هي جد رائعه. غادي نحاول انني نخلي لكم الرابط ديالها باش تشوفوها بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش. فهنا بعد ما حطيتهم في الصفيحه ديال الفرن، فكما قلت لكم ماشي ضروري نديروا ورق ديال الطهي، ممكن لكم تحطوها غير مباشره. فبعد الوحدات انا حطيتهم مباشره في الصفيحه ديال الفرن، خديت هكا واحد العود وكنشكل هكا واحد الثقوب بحال دوك الثقوب اللي كيكونوا في البسكوي على هذا الشكل هذا. غادي ندخلو الفران، الفران اللي كيكون مسخن من قبل على 180 درجه، كنخليوه من التحت حتى تلاحظوا انه تحمر، بعد كنشعلو عليه من الفوق كنحصلوا على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تقدموا هكا، فانا اختاريت انني ندير وحده فوق وحده ونلصقهم بالكراميل. فالكراميل فايت لي حضرته معكم في القناه اكثر من مره، يمكن لكم تشوفوه.
فكيجي رائع رائع بزاف. كيف يمكن لكم تقدموه غير هكا، تعطيوه لوليداتكم يدوه للمدرسة بلا ما تديروا هذه المرحلة ديال الكراميل هكا، فعلى حسب الرغبة ديالكم. فانا درت الكراميل هكا حتى في الوسط ديالو، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى انه يعجبكم. دائما كنبغي نشارك معكم امور اللي هي جد بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. كنتمنى انها تلقى الاستحسان ديالكم وتجربوها ان شاء الله. فكيف ما عودتكم دائما على القناه امور اللي جد بسيطه وسهله والنتيجه راه رائعه ان شاء الله. فكنتمنى صديقاتي بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه اول مره انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد على القناه. وبالنسبه للاخوات كنتمنى انكم تخليوا لي لايك، فهكا باش الفيديو كيطلع. فبالنسبه ليا الفيديوهات كنشوف بان اللايكات قلال، كنتمنى انكم تحطوا لي لايك هكا الا جات على خاطركم بطبيعة الحال. وأيضا يمكن لكم تشاركوا. وكنشكركم صديقتي جزيل الشكر. غادي نخليكم مع الصور النهائية ديال هاد الفيديو، غادي نحل لكم واحد البيسكوي أو غادي نقطع معكم واحد البيسكوي باش كتشوفوا كي كيجي الشكل ديالو، كيجي أكثر من رائع. وغادي نخليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم بخير، شكرا لكم.